محمد هندي من شباب سيناء، هتكلم النهاردة عن الحموم اللي بنعانيها كأبناء سيناء في الفترة الحالية وفي الفترة السابقة. على مدار الزمن عانينا من التهميش وكلة التنمية وكلة الموارد في سيناء، مع ان سيناء يعني تمتلك كنوز رهيبة جدا، وانا بعتبرها ان سيناء سلة غذاء مصر، ولكن الان اصبحنا مهمشين من قبل الحكومة ومفيش، وكل وعود التنمية وعود زائفة، ولم نحصل على حقنا في المواطنة من حق التمليك، من حق التعليم، من حق الصحة. وبنطلب من الحكومة او بنطلب بقى من الجيش، خلينا نتكلم بصراحة، ان هو يعني سيادة الفريق فتاح السيسي يبص نظرة لسينا، ان هو فعلا يقدر ينهض بتنمية سيناء ويبتدي يأسس مشاريع تنهض بتنمية سيناء، ويحط لنا نقطة من اول الطريق وان احنا نقدر نبتدي بيها. وبنعاني من الحملة الأمنية الشرسة الآن على بعض المظلومين في سيناء. احنا ما بنقولش ان كله مظلومين، ولكن يجب ان احنا نتحرى الدقة في القبض على أبناء سيناء او في التعامل معاهم او الكلام ده كله. برضو بنتوجب للساد في الفريق عبد الفتاح السيسي ان هو برضو يبقى في معاملة أرقى من كده للمواطن السيناوي، لان احنا بوابة مصر الشرقية واحنا اللي حاميين الحدود على مدار الزمن. وبنطلب من المصريين والمستثمرين ان هم يبصوا لسينا على انها ارض مصرية، مش ان كانت محتلة ولا الكلام ده كله. سينا بتاعتنا، ويجب ان احنا نوفر كل السبل للاستثمار في سينا حتى تتحقق التنمية في سيناء ومصر عامة. يعني